السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنفتح الميكروفون المحمول ده من ماركة ماونو، بالإنجليزي اسمه لافالير، اسمه كده الكلمة معناها الميكروفون المحمول. الميكروفون ده فيه منه موديلين، فيه الموديل العادي ده اللي أنا جايبه بميكروفون واحد بس، وفي تاني باتنين ميكروفون، يعني تو هيدز. لو انت بتعمل انترفيو مع حد او سؤال وجواب مع اي شخص، بتركب واحد عندك وواحد عنده، لكن بيتوصل باي كمبيوتر او موبايل او كاميرا فيها بورت 3.5 او 6.5، وبياخد من الاثنين مايك ده براس واحده، وده اللي يلزمني حاليا. خلينا نفتح الميكروفون ده ونشوف ايه الاخبار. تعال اخي تعال الى رياض تنتشي تراب. ده الادابتر طبعا 6.5 و 3.5، الاثنين متوصلين ببعض، لكن تقدر تخلع ده وتوصل بالثلاثة ونص بس لو هتوصل بالموبايل. دي بطارية، لأن في حالة التوصيل بالكمبيوتر بتستخدم بطارية، المايك بيحتاج بطارية. دي الأسفنجة عشان أو الفلتر اللي بتركب عليه على الهيد بتاعت الميكروفون. ده جسم الميكروفون نفسه، ده الميكروفون، وده المشبك عشان تعلقه في الملابس. السلك بتاع الميكروفون ده طويل جدا، حوالي 6 متر 20 فيت يعني، وده ممتاز جدا في التسجيل الخارجي، عشان لو حبيت تتحرك بعيد عن الكاميرا او الموبايل اللي انت بتصور بيه. طبعا زي ما انتم شايفين في زي جراب صغير من خامة ممتازة جدا لحماية الميكروفون وسهولة الانتقال بيه، وفي المانوال. بالانجليزي والصيني طبعا. زي ما انتم شايفين السلك طبعا 6 متر، وده الادابتر في ده الثلاثة. هنلاحظ سريعا ان في 3 شرط سودة في الادابتر ده، معناه انه يشتغل على الموبايل. وفي طبعا الميكروفون نفسه، و دي الاسفنجة او الفلتر عشان يتركب على الميكروفون. طبعا الفلتر لازمته انه بيمنع الهواء او الهواء اللي موجود في الحروف، خصوصا الحروف الهوائية زي السين والها فاستخدامه مهم طبعا. ده جسم الميكروفون اللي بيتحط فيه البطارية. في زرار هنا زي ما انتم شايفين تحت اوف، يعني مقفول، يعني مش بيستهلك من بطارية. لو هنوصل بسمارت فون سواء كان اندرويد او ايفون بنرفعه لفوق، لو هنوصل بنوت بوك او كاميرا او كمبيوتر عادي طبعا. في ورا هنا التعليقة دي عشان لو هنثبته في البنطلون او اي
جزء من ملابسنا عشان ما يقعش. الجسم فيه بطارية اوريدي جوه، مش محتاج تغير اي حاجة. البطارية اللي بتيجي مع الميكروفون بتكون اضافية، لكن خلينا نفتح ونشوف البطارية اللي جوه عشان نتعلم ازاي نغيرها لو احتاجنا يعني في المستقبل ان شاء الله. خلينا نروح نجرب الميكروفون المحمول من معونه، وممكن برضو نقارنه بالبي ام 900 ده، مع التأكيد على ان استخدام الاثنين مختلف لحد كبير، فعشان ما نظلمش ده، بس ده استخداماته مختلفة عن ده. يلا نتوكل على الله نجرب. وصلنا اللافالير او الميكروفون المحمول بالموبايل والميكروفون العادي البي ام 900 بالكمبيوتر. هنسجل مقاطع مختلفة ونشوف كده النتيجة هتبقى عاملة ازاي في الاخر. وبرضو عايز اكد عليكم مش عايزين نظلم ده، لان ده موضوع مختلف. ده تسجيل استوديو، ده تسجيل حواري، يعني بتسجل انترفيو او حاجة، يعني مثلا لو عايز تغني او تنشد مش المفروض يكون على ده. نتوكل على الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي عليه، مولاي صلي عليه، مولاي صلي عليه. خلونا نجرب فعالية السلك الطويل في التسجيل بالمايك ده. هنسجل من على بعد 6 متر ونشوف جودة الصوت هتبقى عاملة ازاي. في طبعا حواليا ضوضاء، الرشاشات وجزازة عشب ورا، لكن قبل ما نبدأ عايز اقول حاجتين. الحاجة الاولانية ان لما فتحت الجراب ده لقيت مشبك اضافي وكمان فلتر اضافي. الحقيقة انا بحترم الشركات اللي ما بتبخلش على المنتج بتاعها، واظن ماونو من الشركات دي. كمان معانا ادهم بي الكاميرامان. نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انا كده على اخر طرف السلك، انتوا تحكموا جودة الصوت عاملة ازاي. دلوقتي احنا بنكمل الفيديو بالمونو لافالير فقط.
الجودة بتاعت الصوت أنا شايف إنها جيدة جدا، يعني بما إنه يعني مايكروفون قليل التكلفة، لكن جودته إلى حد كبير يعني في كل تفاصيله الحقيقة، السلوك والبادي بتاع المايكروفون والجسم بتاع المايكروفون والحجارة الإضافية والفلتر، يعني الحاجات الصغيرة دي بتبين جودة المنتج. الصوت بالمقارنة بده طبعا يعني ده أعمق شوية، يعني وممكن كمان يكون صوته مرتفع أكتر، لكن يعني لكل واحد فيهم مهمة مختلفة وطبيعة مختلفة، فده كمان طبيعي جدا. إن شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الميكروفون ده على علي إكسبريس في الديسكريبشن أو الوصف بتاع الفيديو اللي عايز يعني يشتريه، لكن أنا شايف إن هو يعني مفيد جدا خصوصا لليوتيوبرز أو اللي عايزين يحسنوا جودة الصوت بتاعهم، لأن في ناس كتير جدا وقنوات فيها عشرات الآلاف من السبسكرايبرز ومع ذلك الصوت بتاعها يعني بيكون مش قد كده. ده حل رخيص وسهل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتعملوا سبسكرايب في القناتين لو سمحتم اللي هي ايتكس وثمار الإسلام والحياة، وأهم حاجة في الدنيا لا تنسوها من الدعاء، ويا رب يبارك في كل السبسكرايبرز اللي عندي على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.